بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، مادة مهارات إدارية، نستكمل الوحدة الثانية، الدرس الثاني عشر والأخير. نتحدث فيه عن العمل المكتبي وتطبيقات الحاسب. أهداف الدرس: تبيين أهمية استخدام الحاسب في العمل المكتبي، أن نشرح بعض التطبيقات التي تخدم العمل المكتبي، وأن نوضح مجالات استخدام الحاسب في المنظمات المختلفة. يبقى إذا موضوعات الدرس: أهمية استخدام الحاسب، بعض التطبيقات التي تخدم العمل المكتبي، مجالات استخدام الحاسب في المنظمة. التمهيد: وقف الفيديو واقرأ التمهيد عشان نجاوب مع بعض على الأسئلة. السؤال الأول: كيف استطاع موظف المخازن الحصول على المعلومات التي قدمها لمديره بهذه السرعة؟ يبقى ببساطة جدا عن طريق استخدام الحاسب الآلي. هل هناك تطبيقات خاصة على الحاسب تستخدم لكل عمل من أعمال المنظمة؟ بالتأكيد نعم، حتى إن لو وجدت إن في عمل لا يستخدم تطبيقات الحاسب، في عندي إمكانية إن أنا أنشئ تطبيق يستطيع إن هو يخدمني فيها الغرض معين بشروطي اللي أنا أضع على هذا التطبيق. ما المجالات التي يمكن استخدامها الحاسب الآلي فيها لتسهيل العمل المكتبي؟ بالتأكيد جميع الأعمال المكتبية ممكن أن نستخدم بها الحاسب الآلي ويفيدنا بدرجة معينة. يبقى الدرس بتاع النهاردة هنتعرف على بعض التطبيقات تستخدمها في تسهيل العمل المكتبي. عرض الدرس هنبدأ به سؤال يجيني يقول لي أهمية استخدام الحاسب في العمل المكتبي. يقول لي لقد أصبح الحاسب الآلي في عصرنا الحاضر في المتطلبات الضرورية التي يصعب الاستغناء عنها في كثير من الخدمات التي نحتاجها إليها في حياتنا اليومية. تخيل معي أهمية الحاسب بناء على إن أنت تشيل بعض الأشياء. زي أول شيء، تخيل تعطل الحاسب الآلي في شركة الطاقة. تخيل تعطل شبكة الحاسب الآلي الخاصة بأجهزة صرف النقود. تخيل تعطل الحاسب الآلي في إحدى شركات الاتصالات الهاتفية. من خلال تخيلك هتعرف ما هي أهمية استخدام الحاسب في هذه الأغراض. هنبتدي ببعض التطبيقات التي تخدم العمل المكتبي. يبقى إما استخدام وتسخير الحاسب الآلي استخدم في خدمة العمل المكتبي من خلال الكثير من التطبيقات، وأصبحت شركات برامج الحاسب الآلي تتسابق في تطويرها وتقديمها للمستفيدين. طبعا كل برنامج بتتبناه شركة من الشركات، من أشهر الشركات دي طبعا زي شركة مايكروسوفت. ممكن أقسم تطبيقات الحاسب زي معالجة وتنسيق الكلمات. بالقديم الآلة الكاتبة كانت إمكانياتها محدودة جدا، اللي هي أول آلات استخدمت في العمل المكتبي، لكن الحاسب الآلي بالشكل الحديث والبرامج اللي بتتوجد فيه للكتابة أصبح تنسيق ومعالجة الكلمات والنسخ واللصق بسهولة جدا. من أشهر هذه البرامج أو تطبيقات تخدم تحليل المواصلات زي برنامج مايكروسوفت وورد أو وورد بيرفكت أو ماك رايتر. طبعا بالإضافة إلى شركات أخرى تتقدم وتتنافس فيما بينها في تقديم خدمة معالجة وتنسيق الكلمات. طيب سؤال يقول لي ما هي مميزات استخدام الحاسب في تنسيق الكلمات؟ طبعا مميزات كتير جدا وكلنا بنعرفها، ليه؟ لان معظمنا بيستخدم الحاسب في كتابة بعض الابحاث او المقالات او تنسيق او العمل أو أو, او 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 اي شيء اخر في الاعمال الدراسية. يقول لي زي مميزاته زي ايه؟ القدرة على التحكم في نوع الخط وما اكثر انواع الخط، المرونة في تحديد حجم الصفحة وهوامشها، طبعا من خلال تحديد الهوامش، رؤية الوثيقة في شكلها النهائي اللي هو المعاينة، حفظ ما تم تحريره والرجوع إليه في أي وقت، نحفظ بسهولة، إضافة الصور والرسوم والبيانات والجداول، سهولة التعديل والحذف والإضافة. أيضا بيستخدم الحاسب الآلي في معالجة البريد وترتيب المواعيد. طبعا معالجة البريد
المنظمات، وكثير من المنظمات تطبيقات إدارة المراسلات حيث تقوم بمعالجة البريد الوارد والصادر، وهي برامج في الأساس بتقوم بتنظيم البريد الوارد والصادر. من التطبيقات أيضا البرامج المستخدمة في إدارة البريد الإلكتروني، كما تستخدم هذه التطبيقات في إدارة المواعيد وتذكير السكرتير أو الموظف بالمواعيد التي يتم تخزينها في البرنامج. من أشهر طبعا البرامج اللي بتستخدم هذا أو هذه الخاصية زي مايكروسوفت أوتلوك. حتى إن مايكروسوفت أوتلوك قد دمجت أو اندمجت هي وشركة هوت ميل بعد شراء أوتلوك للهوت ميل وضمه إليها. الجدول الإلكتروني. الجدول الإلكتروني زي اللي احنا بنسميه الإكسل عبارة عن خلايا يمكن إدخال الأرقام والمعلومات فيها ومعالجتها بطرق مختلفة. المعالجة دي ايه الخاصية انت اللي بتعطيها في الجدول هذه الخاصية؟ هل هي خاصية الجمع، خاصية الضرب، خاصية الطرح؟ المعالجة دي بطرق قد تكون رياضية او طرق منطقية، ويمكن استفادة في العديد منها في العديد من المجالات الإدارية. اشهر الأمثلة على إنشاء الجداول الإلكترونية هو طبعا المايكروسوفت إكسل او لوتس 123 او كواترو برو. بعد كده أيضا في عندي قواعد البيانات، وقواعد البيانات هي عبارة عن استخدام الحاسب الآلي في سرعة ودقة معالجة البيانات، وذلك من خلال تطبيقات وقواعد البيانات التي يمكن من خلالها تخزين آلاف السجلات التي تحتوي على بيانات مختلفة وعديدة في جداول متعددة. يتم ربط هذه الجداول بعلاقات منطقية ورياضية زي ما اتكلمنا قبل كده، حيث يصبح بالإمكان الحصول على العديد من الاستعلامات والتقارير بطريقة سريعة. بالإضافة في النهاية بيقول لي يتم استخدام تطبيقات وقواعد البيانات في جميع المدارس في المملكة، وطبعا احنا عارفين ان النظام حتى معروف طبعا نظام نور، لا تستطيع ان تدخل نظام نور الا عن طريق الحاسب الآلي. بعد كده ما هي مجالات استخدام الحاسب الآلي لتسهيل العمل المكتبي في المنظمات؟ أول شيء إدخال ومعالجة معلومات المستفيدين، ثم أنظمة المخازن، أنظمة إدارة حسابات العملاء والدائنين والمدينين، وطبعا يمكن ترتبط بالبنوك أكثر، أنظمة الرواتب والأجور. طيب ما المقصود بإدخال ومعالجة معلومات المستفيدين؟ حيث يتم إدخال معلومات العملاء في الحاسب الآلي ويتم تحديث هذه البيانات عند إجراء أي معاملات تخص كل عميل. بيديني مثال زي إدخال بيانات عملاء أحد البنوك مثلا، ويتم معالجة جميع العمليات التي يقوم بها العميل آليا من خلال الحاسب الآلي زي الإيداع والسحب أو تسديد القروض والتحويل وغيرها. طيب أنظمة المخازن ببساطة جدا بنشوف دلوقتي إن كل مخزن دلوقتي بيتسجل كل بياناته في الحاسب الآلي، وعن طريق حاجة طبعا اللي احنا عارفينه حاليا اللي هو الباركود بيستطيع تسجيل جميع الأصناف اللي بتدخل، تسجيل دخول أو تسجيل تصدير خارجي أو خروج. والحاسب الآلي يستطيع أن يحسب كمية البضائع التي تدخل إلى المخزن وكمية البضائع التي تخرج، زي المثال التمهيدي اللي كان بيتكلم عن صاحب الشركة اللي اتصل بالمحاسب أو أمين المخزن قال له كل المعلومات بسهولة جدا بالرجوع إلى الحاسب الآلي. أنظمة إدارة حسابات العملاء الدائنين والمدينين، هذا بيظهر جليا هذا الاستخدام في البنوك وشركات التقسيط زي مثلا شركات اللي بتقسط سيارات وكالات، شركات الاتصال وشركات الكهرباء، وعادة ما يكون أعداد عملاء هذه أعداد هذه العملاء بالآلاف وأحيانا بالملايين. أنظمة الرواتب والأجور أصبح حاليا ليس شرط أن أنت يبقى في محاسب بيقبض يعطي راتب كل موظف في يده، لا ده هي مجرد حسابات وبيدخل بكبسة زر واحد ويستطيع أن هو ينقل أو يدفع الرواتب في وقت واحد. أيضا هناك كثير من المجالات الأخرى التي تستطيع أن تذكرها في تطبيقات الحاسب الآلي في العمل المكتبي.
يبقى كده خلصنا الدرس، اتكلمنا عن بعض تطبيقات الحاسب الآلي اللي احنا كلنا بنلاحظها حاليا في المجتمع بتاعنا. الأسئلة بتاعتي والتقويم، وقف الفيديو، حل الأسئلة، بعدين تعال نتابع مع بعض. طبعا هنحل السؤال الأول والثاني والثالث، الثاني سوف نتركه لك واجب. السؤال الأول صح أم خطأ؟ مميزات تطبيقات تحرير النصوص: سهولة التعديل والحذف والإضافة، صح؟ يتم استخدام تطبيقات الجدول الإلكتروني في ترتيب المواعيد والتذكير بها. طبعا لأ، والجداول الإلكترونية بتستخدم في إيجاد علاقة منطقية أو رياضية ما بين الأعمدة. أنظمة إدارة حسابات العملاء تسهل عمل منظمات الخدمات مثل شركات الاتصال والكهرباء. العبارة صحيحة. تطبيقات قواعد البيانات تساعد فقط في تخزين البيانات والمعلومات واسترجاعها. العبارة خطأ. ليه؟ ليس التخزين والمعلومات واسترجاعها فقط، بل ممكن تعديلها. يتم الاستفادة من أنظمة المخازن في المنظمات التجارية فقط. طالما ذكر لي كلمة فقط يبقى العبارة خطأ، لأن في عندي طبعا المنظمات العامة أيضا. السؤال الثاني: اذكر بعض تطبيقات الحاسب الآلي المستخدمة لتسهيل عمل المكتبي في المنظمات العامة والخاصة. دي هنتركها لك أنت كواجب. السؤال الثالث: اربط كل عبارة في القائمة الأولى بما يناسبها في القائمة الثانية. قواعد البيانات هي ربط الجداول بعلاقات منطقية. الجداول الإلكترونية خلايا تدخل فيها البيانات ويتم معالجتها. وميزات استخدام برامج تحرير النصوص هتبقى إضافة الصور والرسوم والبيانات والجداول. معالجة البريد وترتيب المواعيد هتبقى هي تصنيف وفهرسة البريد بأكثر من طريقة. أنظمة المخازن الآلية هتبقى هي تحديث معلومات الأصناف آليا. وشكرا لحسن استماعكم، وكده نكون انتهينا من الوحدة الثانية، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم في الوحدة الثالثة. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.